مشاهدين لنبدأ معكم عفوا فقرة حكاية إنسان، لكن بعد الفاصل. كما دائما أغلب فقراتنا دائما نجيب لها أدباء شعراء، أدباء لهجيين، والله فصيح. غير هذه المرة جبنا لكم حكاية إنسان أديبة شاعرة، هي الأستاذة خديجة با. خديجة با، مرحبا بك في فقرة حكاية إنسان من برنامج مساء الخير. شرفتينا دائما العلاية تجينا منهم لا الشاعرة لا يجيكم الأديبة. لا يجونا بون، هم يقدروا يدوا أديبات من حيث التربية غير بعد الشعر اللهجي والأدب الحسن. نعم بداية سأجل ندخل في قضية الأدب. منهم منهم خديجة؟ خديجة باع مواطنة موريتانية خلاقة في ولاية تريرزة بروسو، تربية في مدينة الواليبو، عدل في تعليم كامل، عدت في جنين عدت فيها بكالوريا الواليبو، ومواطنة موريتانية عادية عندها موهبة في الأدب. قريت لها في الواليبو والله قريت لعب مواد، قريت الابتدائية شوي في لوغوار روسو، قريت فيه من السنة الأولى للسنة الخامسة، من ثم نتيجة لظروف ما قست نوادي وسكنت فيه، تميت فيه هنا 2006 و 2005 مشيت ما شو سكنت فيه. طيب شو تميتي؟ عادة العليات اللي منهم قاس الأدب عادة دائما لا يصعد الفصل، واللي منهم قاس الأدب الحساني دائما إلا التبرع. تميتي أنت إلين قستي لغنان؟ لغنان ما قد نقول إني قستو، أنا موهبة مات معي من الصغيرة، عرف إني تم وتوفني ذي أنا في لغنان، والله في بيدة فيها مناسبة مع شمع والدتي، والله أحد من ذي يقولوا تقريبا يعود فيها الناس المقنية ويقولوا قاف، وهي أنا نقول قاف عفويا، ما نعرف قاعد شنو، قد عود صالح قد عود خاسر، لان ما عندي الموهبه وانا صغير وزيان عندي الغنى. دريت عن كلام طول قاعد قلت لي ما انا الله ماني ضابط ما انا كلام طاش من الغنى القديم ما انا ضابط عصابه من اللي نقولوا بيا اللي تو تشقروا عادي ما انا ماني ضابط، انا نسقتك عني صغيره والله اللي حق صغيره، حتى نمشي مع والدتي والله حد من خالاتي شهور المناسبات هي انا نقول قاف والله نقول شيء شارك دائما انت الناس الناس المقنية تقول لغنا اللي هي انا نشارك معاهم. المولود قبيل قال لنا عنه يبغيك تحكي له، مولود واحد من قوم نحن غير مساء الخير، قال عنه يبغيك تحكي له شو من الغزل وتقولي له الغزل ده هنا شنو هو الفرق بين قليل ألف البوير وين قاف البوير، لماذا اخترتي أدب الرجال بدل من التبرع؟ هذا ممكن كنت جاوبت عليه. أنا ما اخترت هو اللي اختارني، أنا ما اخترت هو مقني، ما هو اللي اختار، هي رواية توجي الإنسان ما عنده فيه شيء موهبة وتو اللي موهبة مجرد، لأن معناها أن كنت من الناس تفاصلي بحور لغنى. ايه فاصل بعد يلي انا قمت في البدايه نوزن وتوف ابطش يا غير عقبت جبرت الناس اللي مقنيه وعادت تسهديني لين نقول شيء تقول لي هذا زين يا غير ذا ضالع بالقاب الفلاني والله البت خاص وكذا والله نعرف بعد بحور لغنى ما تتنوزن ما تيت نقول موش موزون نعرف بحور لغنى ونعرف القاب من ايش تكون وطالعه وبتوتو كاملين نعرفهم يا غير القزل ما قط قلت وقال نقدر نقول شيء قايل حد قال لنا سلم نبدا اللعب شكرا بسرعه يا سلام السلام. ذاك هو شو الشيء اللي يبدا به؟ نبدا اللعب شكرا الرسول قطقت زمن الرسوم المسيئه الرسول عليه الصلاه والسلام قطقت فيه قاف وقلت فيها طلعه وضفت له الشم اللي راكب هذه المقال المسيء اللي كتب المخيط
قلت الرسام الملحد جبان لهي يرسم رسول الله محمد بكي فقران يا حرق بي أمه. محمد عصمه مولانا وعطاه القرآن وجانا بالرسالة ما نقلانا هو ذات الله اصطفاه ومشكروا لفهم مولانا ما خلاه اللي ما خلاه طاه ومده وخصه وأنا شكره ما نقدر نتخطاه. الصدق والأمانة وعطاه اليقين وزكاه ومده بالعون ولعانة وخصه بالشفاعة والجاه جوج بالأمة من هانة منقعها اللعين بهواه بشرك ووئت وخيانة وانواع الظلم ومعناه طهرها بالعدل والأمانة ووحد الأمة والكون ملاه نور ورحمة وجانة بالإسلام وشرع الله. محمد شكر مولانا في السماوات والأرض وعلاه وذاك لا كبر شانه وذاك لا علم الزاه والشكر لفام ملانه ولا فيه العيب وحشاه وحد لا به الخيانة سب رسول في كتبه مدناه لكن لا يبقي مولانا يخزيه وفات قبيل خزاه. والمقال اللي عسرانة يلي يحذر درجة مولاه لا قولوا يا الوزانة عنه منكر فأنكرنا الرسام الملحد جبان اللهم إنها لهي يرسم رسول الله محمد ما كيف قران يحرق بي بهم قشمة خسية أعدائه صلى الله عليه وسلم وصلى سيدنا محمد. بمناسبة مولي عدت مبادرة لحفظ المقدسات ونبذ الشائعات مسية ثقافية كانت في مقاطعة تيارت تحت عنوان لا رسالة للتدنيس أخبار تدنيس المصحف الشريف الشائعات كاملة وحضروا جميع اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وجه لهم تحية بما أني أنا منتسبة لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتاني عضو فيه وجه لهم تحية وكاملين وجامعين ونصروا رسول عليه الصلاة والسلام وباقر وقع رسولنا يتحفهم ونصروا. طيب المولود شيء تسمعي يقول طيب وديدي اسحاب الوحشة وامريك اسحاب الوحشة وامريك وذاك من الضيق يجيك سيق وتجلاجك بيك الله وسيق ليعاتل به هرامك واصبر لا قاعد تقول قيك سبت يا البال اسقامك راهي قدامك والطريق قدامك صيف قدامك سيف تحاني هذا كامل من هذا فكرك سبحان الله هذا ما يقد صح هذا الوصف والله ما مبالغ ما هو معقول اسحاب الوحشة وامريك وذاك من الضيق يجيك سيق في بليدك وتجلاجك بكلا وسيق ليعاتل به هرامك واصبر لا قاعد تقول قيك سبت يا البال اسقامك راهي قدامك والطريق قدامك سيد قدامك وش حاصل؟ لا قاعد تنوي بارك الله سلام المولود ان شاء الله تعود سمعت هاي الطلعه لديب القايد هنو طيب الديدي طلعت الديدي طيب الديدي رحمة الله علينا وعلى والدينا وعلى إن شاء الله تعود زيانت عندك راهي طلعة زينة صراحة دراجة عرفت ما معقولة قط طيب قال أم ولدي اتفاق عمر شي تطب التولاه داير كاني نلقاه وعلى ستر مرياه ما هو مكرود بليد ما هو مكرود بليد ماشي راح نرسل له يقول لي بعد خط من حذاه وشرت عليه من بعيد وفمني ما خلاه قلبه من الحديد يقول تعرف مين العقل هو توحش لقاها وهي معاها جماعه من الناس وخاض عليها وتوف وشير لها وفهمته قلبه من الحديد ديك ما هو من هي من العقل هي دايره قلب قلبه من الحديد طلع على كيفته انا الصين قازل ماني غازل ما وقال عليك حتى ما قوالي لهم طيب انت اقرب لك انواع الاغنى انا اقرب لانواع الاغنى انا اقول عن الاغنى لديب والله الشاعر والله مقلم انه يحمل رساله كبيره للمجتمع على انه يارتو اي روايه شاف يارتو وجه فيها الشباب والله واي روح المفيد عندي روح المواطنه يعطوا الرسالة يعطوا يديه وتوقف بها كيف تقريبا الوحدة الوطنية تصحر الإرهاب ياسر من الأشياء اللي يعطي لدي يساهم فيها توعية المواطنين ياسر مش إذا بتوجيه عندي أنا توجيه حكينا من في قاعد نقول ليتي هذه قلت هاي طلعة القاف وزارة الثقافة من الشاتري بطاقة دعوة اليوم العالمي للتنوع وحدتنا تنوعنا ثراء وحدتنا وجه تحية للوزير أم الوزير ثقافة الشباب والرياضة لأن حياة وزارة
انها عاطيه اهميه للناس كامله في الوزاره والادباء والمقنين وحياه الوزاره جازيه بالخير ان شاء الله. قلت على كيس وجيران، انا قلت سابق ميسال مني اون الفوف، قلت هذا لي ديمن نوفري امن هالكولا حسانيه جول فوف كوغوتهم غاري دكتور تال محل لي ديمن هذا نقول لك تقولي بنت حسانيه يعني نقول قلت على كيس وجيران متانت بالوحده قوموا عودوا كيان عودوا مده وحده عضو بدي الناس متحدة ما هباس الوحدة هي أساسية الناس المودة والوحدة ما تدناس مدة وحدة مدة على كيس وجيران متانت بالوحدة قوموا عودوا كيان عودوا مدة وحدة لم نم على استقرار دون الوحدة الأكثر ما منهم شي يندار دوني فوق الوحدة ذي حقيقة الأخبار والخاطية بدة على كيس وجيران متانت بالوحدة قوموا عودوا كيان عودوا مدة وحدة واحنا موريتاني ما فينا بيضاني من كوري سياني احنا مده واحده ما تجي احد مده على كيس وجيران متانت بالوحده قوموا عودوا كيان عودوا مده مده واحده ما تجي احد والوحده الوطنيه من دون استقرار ومن دون امن ما يخالق والاستقرار والامن اللي هي يفرضوا اللي هي الشعب الموريتاني بوحدتهم لا الوحده هي اللي وبهي المناسبه مولي وجه تحية رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز عليك وكالة التضامن العدل إن شاء الله يسمع رئيس إن شاء الله عليك وكالة التضامن وحرفة الرقوة ثارو فعلا الخطوة خطوة جبارة وتستحق والله وقلت فيها وكالة التضامن ماهي محتاجة لتبيين المكافحة الرقة راهي ومخلفات السنين مكافحة الرقة خير خلوها فعل خير والخاسر ما فيه الخير يجر الشر وشيء وحنا شعب خير تم ومتحدين لا جب خنوس وطير وقصد وتفريق اثني ابيض وكحل يقير ذاك بحالي في العين لاهي تعوار يجير لحمتنا مش شيء نحن شعب اجناس وحدتنا قوة وساس نحموها ما تدناس ونقوها بالدين ذاك وباش بلا باس نتم متحدين وكالة التضامن ماهي محتاجة التبيين المكافحة الرقة راهي مخلفات السن هذا شعر تنفيذي انا وهذا دور هذا هذا من الدور المطروح على الشعراء الادباء هو رياضه شعر رياضه هاي المساله خصوصا اللهجيه منهم اللي منهم هم اللي وصلوا شعرهم الذكرى. شعرهم قريب من الناس كامل من العالم في اللي شفت الشعر الفصيح اكثر فهم النخبه اكاديمي اكثر فهم النخبه من الناس الاخرى الشعر الشعبي كل حد يفهم اي انسان قد يفهم كل حد قد يفهم ويالته تعود رساله أنا بعد أرى أنها تعود دبتوجه ياسر يعط شبابي إن شاء الله تبارك الله شعراء إن شاء الله مبدعين بتبارك الله ما شاء الله يعطوا كفروا منه ثم يقولوا القزر قاعد على كل حال يا غير لا مرة هو فعلا الشاعر دائما لا يتمنين شيء شيطان قالوا هو مع الشيطان حقه بلاك اللي جاي بي غير بعد اساسا الذي قالوا التوجيه مهم الى اقصى درجه لانه يلعب دور في تنميه الافكار عند المتلقي دائما تعود فكره معينه تبقى تنعي بها رقاش تجيبها له نص من الشعر زين والله نص من الغنى زين عود حد اذا واغلغنا مباشره لا يجي الفكره داخل والناس هم اللي الاخرى عاميه زين عندها تسمعوا ونحن موريتانيا فصل الحقيقة فاصل نمشي قال المواطنة أكيد روح المواطنة قليلة أيوة شفت ذيك 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 لا هي قد يتقلب عليها إلا 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 توجيه سليم والصحيح حق بعد وذاك أغلب اللي لا هي قد يمرر عن طريقه إلا 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 الشعر خصوصا الغناء الشويرات تجيهم الناس تقعد تشن تقعد عندها الناس الاغاني تصنت لها الناس حكايه باطقه برامج جاسم تبع برنامج كنا ما شاء الله دائما تبارك الله فيه يجي فيه المواهب يجي فيه السهرات المهرجانات البليدات كامله اللي دائما تجمع فيها الناس دائما وفرصه للادباء خطباء الشعراء على انهم يوصلوا افكار خصوصا عن طريق نعود نص مضبوط متجانس متناسق مضبوط حر زين يعود خصوصا قاعد من العود اللي قالوا سهل ممتنع مباشرة الله يسمعين الشيخ حر شو فيه لعب عندك
والله قط قلت في مهرجان اتحاد الادباء والكتاب الموريتاني للعام، كان تحت عنوان موريتاني بحاضنه وسفاره ابداع. قلت سفاره عن البلاد الابداع والاشياء، وبأحاضنة زاد موريتاني الابداع، بأحضنة قران وسنه واحسان وشان ونحو وصرف وبيان واخلاق وسعه به، بإقامة ميدان اللقنة وزوان والشعر وهذا الشيء، بإقامة تلال الأمجاد وتنقاد والأمجاد والبلاد ما هي كيفتهم قاع، وترفد بالعلم الزاد والعلم ترفد بالعلم الزاع، ما فترت باتساع ما فترت باتساع، وفي الشعر تبد مليون شاعر ما هي موجون، وبلاد زين الموزون وبالخلق بلاد الأطباع الزينين، وبلاد عون الضعف وبلاد عصيت بالعلم ودوني حالات وبالإبداع، سفارة على البلاد الإبداع والأشياء، موريتاني زاد سفارة عن البلاد الإبداع والأشياء، وبها حاضنة زاد موريتاني الإبداع. زين حتى كنت عن 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 الذي قالوا الغزل ما هو زين عندي؟ يا زين عندي؟ والله والله بعض ما يقوال ماني قوال اليوتيوب وصل الشيء الثاني. قضيتي منوش؟ ما قضيت منوش شفتي ولا قضيتي قلتي شي من الشكر؟ شكر والله قط قطوبة قط شكرت رواقيش قط قلت طالع لين قول هذا كلارك من الموزونة من ذاك قط قلت الأول لين قول هذا لين قول هذا كلارك قط قلت قريب عندي بداياتي أنا مست قلت الرجال اللي حصلت بكمال ما تلحق لك سير عالي بك اللي معلوم وكريم ومولانا وسالك ذيك الحالة معلومه بالأمات والأخوات والأنساب على أحسن حالة، وأنا نشدي الحسين أنك زين الرجال بك اللي فعلك زين وجمادون حالة وزين المروة والدين ويالله اللي مزينها حالة وزين من ذبور راك لما كربوك وما لك شيخ الرجال ما كيفك راجل بين البحرين، مهان الله ليك استحالة وفي لك مرادك في الدارين والتملا في أحسن حالة والرجال اللي حصلت بكمال ما تلحق لك سير عالي. شفت هاي يسمعوا الناس ما يمقني ذاك شي لي قوت يا غير هو فهمتي وطن موزرو مع خاصو ياسر مولي قليل ذاك الخاص وطن مولي شكرت رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ما نبقيش البيت ما شكرته به. لا يقولوا الناس عنك تتكلمي في السياسة. أنا ما أتكلم سياسة أنا صاديب واللي حد شاف شياط يقولوا في عدن حد شاف شياط يصف فدر والله ياطون قال يقولوا قلت يا القائد يا كبير التدبير لنسوية الأغلبية لهذم من فعلك الكبير يا القائد وعليك حمية يا عزيز بتفعلك بان من يوم مجيك الموريتان شوف إنجازاتك للعيان شوف إنجازاتك للعيان تبان الديمقراطية بك وعزت ماهي بهتان والوحدة ذي هي بك امتانت وعليك امتانت سكلة راعي الأدوية بها دوية السرطان يا القايد يلي مزية ومساوي الكور والبيضان في الحقوق الوطنية والفساد أصبح زخب لسان والحقوقنا معطية حق التعبير وحق قران نمرة والطفل وشهرية راعي موريتانة تحييك وحقيقية يا القايد يا كبير التدبير. زين حتى إذن خدي انت قلتي انك الغزل قطيتي والله بعض ما مريك هيك تقولي الغزل غزل قاعد زين قولي لي بعض تتفقدي انت من 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 الشيء قلتي انت يا شا كان زين لين عاد هون ودون خراصتي ذا والك شتانا ما قط شفت خرصي تقولي تضعك شتانا ما قلت نقول لك صراحة شتانا ما قطعت ندون أنا ما ندوم أنا ما بنعمة ربك فحدث الحفظ نعمة من نعم الله ونعم الله لا تعطى لعاصي أنا حمد ربي شاكرته أصلا لا ينقروا أنا أحفظها وعيت علي خارق رواية قطقت قريب عندي مات للسالم يرحمه إن شاء الله محمد صالح والحماد عم طفل أختي وعيت علي نقول هو توف عيت علي نقول بقد اللي عدل للمحتاج يعفي عليه وبقد الكافل من يتيم أعطيه خير أعماله والفردوس الجازيه وبقد الصالح من ذات البين محمد صالح يا الرحمن أعطيه النعيم المقيم اللي يخلد فيه وجوار الرسول تكافي والصحابة والتابعين ياسر من فضلك من شير هي حور العين ولدان الطوف عليه وأعطي له صبر السلوان وتبارك في العيال وتهدي بقد اللي عدل للمحتاج يعفي عليه وبقد الكافل من يعطيه خير أعماله والفردوس الجازيه هذا وعيت علي يقول وأقسم لك بالله لو عيت علي رحمته وكير ارتحم في النهار وكنت لا نقدر نقول الشيء لا نقدر فيه وتميت انه عيت عليا دازر في الليل نقول ذي
وعيت توف هو القلب حاصل عن جوده وحاصل عن جوده تيتون نقول لك هو الوحيد قط قلت في الريتال قط الشيقة ما ما هم معي حتى تتفقدي من واقع طريفة اللي قط خلي قلت لي خذ الطريفة قط خليت أنا متفقدي ما نتفقد موقف طريف ما نتفقد الله اللي حي طيب الوقت مات لي ياسر كلمة أخيرة كنت كلمة أخيرة أني شاكرة التلفزيون الموريتانية على اهتمامها بالشباب والشعراء والمبدعين هم اللي يعطي تم دائما يكفر من اجبارهم بهم اللي يحملوا رسالة ويا الله تبلغ المواطنين وتبلغ الملاعب عن طريقكم تفهموا ولا طريق قنوات اخرى جازيكم بالخير ان شاء الله ونقدر نحكي شيء ثاني يا احكي الحمد لله صلى الله عليه وسلم نقول المراه كسبت بفعال دور كبير وقزات في تربيه الاجيال وحفظ المقدسات وعليها دور كبير في التدبير وتسيير الدوله والتيشير ما قطت فيه ساعات وشي فيه الخير دير فيه القيل وقزات وش لا يخلي صغير معناه بلا من بقى ضده من ذاك الجير قاع الواحد في الذات المرأة نزاها قاع على الأمه من جاع تربي باتساع الأجيال ولا شذرات في تربية بطباع زين الأجيال ورات لذا قيمة والباع موسعته حسرات الفتنة والتشناع وانواع النعرات وضد أمه اللي تدنيس المصحف والدلهيس على شيشين تكيس قبل تقيس وضحات بالقالي والنفيس لأجل الدين ونمات الأجيال على تكريس الدين والعليات من ذاك أعظم ورسول لزند قبيل وعود نصره بفعل وقول ومنهم قاع امهات المؤمنين حفول العليات وليات جابت ذاك ومدرور ذا على المراه قلات المراه كسبت بافعال دور كبير وقزات في تربيه الاجيال وحفظ المقدسات. ايوه طيب شاكر مساء الخير في الموريتانية خدبار والتحرير عاطيها تحية وشكرا لكم أعزائي المشاهدين وهذه تحياتي وتحيات مالكسي الشيخ ديري ماما مخرج البرنامج بوبوط والسلام عليكم زين حتى